كن سعيد يا حبيبي عز الناس يا مزين حياتي وانت وتجاك الحب والخير والصدقة هما الأساس صلوا الرحيم ونكونوا لاباس. السلام عليكم، معكم عزيز دندان مستشرف العمل الجمعي والتنموي. بمناسبة عيد الفطر كنتمنى للجميع عيد مبارك سعيد، الله يدخل عليكم بالصحة والعافية وباش ما كنتمنوا، وأيضا كنتمنى أننا نتجاوزوا جميع هذه المرحلة والظرفية اللي كنعيشوها متعلقة بوباء كورونا، والله يحفظ الجميع ونتمنى أن نرجعوا لحياتنا الطبيعية في أقرب فرصة ممكنة. تحياتي. السلام عليكم، معكم رضوان عبيدة طرما، كنتمنى لكم عيد مبارك سعيد. السلام عليكم ورحمة الله، معكم زكريا بن خلفية، ممثل ومخرج مسرحي منشط فني. كنتمنى للجميع عيد مبارك سعيد، الأهل ديالي والأحباب ديالي، وكنطلب من الله سبحانه وتعالى يرفع لنا هذا الوباء. شكرا. السلام عليكم، معكم أمير عفوي، فنان مسرحي، كنتمنى لكم عيد مبارك سعيد وكل عام أنتم بألف خير. عبد الحق الأزهر، مراسل جريدة لوبينيون والمنسق المحلي للنقابة الوطنية الصحافة المغربية، أتقدم لكل صديق ورفيق وزميل وفاعل جمعوي بمدينتنا المناضلة بأعز التهاني، سأسعدكم الله في الدنيا وفي الآخرة. السلام عليكم، معكم زراوي محمد، عامل بالمجمع الشريف الفوسفات ومتطوع بمبادرة Act for Community. بمناسبة العيد كنقول لكم عواشر مبروكة وعيد مبارك سعيد، الله يجعلوا فاتحة خير ويمن على جميع المسلمين. السلام عليكم، مصطفى الصوفي، صحفي جمعوي، بمناسبة عيد الفطر السعيد أتمنى لجميع الأصدقاء والزملاء والأهل والأحباب في كل مكان عيدا مباركا سعيدا، وكل عام وأنتم بألف خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة للجميع، معكم عزيز أخوات، ناشط مدني وإعلامي بمدينة خريبكة. كنتمنى لكم الصحة والسلامة في هذا رمضان، وتنتمنى لكم عيد مبارك سعيد، يدخل لكم الصحة والسلامة وباش ما تمنيتو، والحمد لله نحن على وشك الانتصار على جائحة كوفيد-19. معكم عبد الصمد خشيع، محامي بهيئة خريبكة، وهنئ الشعب المغربي قاطبة بعيد الفطر المبارك، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. السلام عليكم، معكم عبد الرزاق ودعامر، فنان، جيت اليوم باش نقول لكم عواشركم مبروكة وعيد مبارك سعيد، الله يدخل عليكم بالصحة والسلامة، والله يبعد علينا هذا الوباء، وإن شاء الله عيدكم يدوز في أحسن أحوال، وبقاو في ديوركم، بقاو في ديوركم، ما بقاش بزاف إن شاء الله، وعيد مبارك سعيد. نقيب الصماد، رئيس الجمعية الفوسفاتية للسلامة الطرقية والتنمية البشرية بمدينة خريبكة، باسمي وباسم أعضاء الجمعية، مناسبة عيد الفطر الكريم. كل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم، ونسأل الله تعالى أن يرفع عنا هذا البلاء وهذا الوباء. السلام عليكم جمهور الكريم، الحباب والصحاب، معكم عبد الرحيم راقي، مقدم جروب رمز الله في مدينة خريبكة. كنقول لكم عيد مبارك سعيد، إن شاء الله الرحمن الرحيم يدخل عليكم بالصحة والسلامة وبالبهجة وبالفرح إن شاء الله الرحمن الرحيم. نتمنى من الله يرفع لنا هذا الوباء ونرجع نشوفكم على خير إن شاء الله الرحمن الرحيم. تحياتي. السلام عليكم، معكم سامية قدير، سيكولوج بمدينة خريبكة. بمناسبة عيد الفطر تنقول لكم عيد فطر مبارك، الله يجعله فاتحة خير على جميع المسلمين وتحقيق جميع الأمنيات إن شاء الله. الله تعالى وبركاته، معكم بوعزة فكري، فاعل جمعوي، مني لكم تهنئة خاصة بمناسبة عيد الفطر المبارك، فأتقدم لكم بأحر تهاني حياة سائل العلي القدير، أن يعيده علينا وعليكم بالصحة والخير واليمن والبركات، وكل عيد وأنتم بألف خير. معكم عبد العزيز خمال، الصحفي براديو بلوس، كنبارك لكم عيد الفطر السعيد، وكنتمنى من الأمة الإسلامية باش تقضيه في أحسن الأحوال والظروف، وكنطلب من الله سبحانه وتعالى باش يرفع عنا هذا البلاء والبلاء في أسرع وقت ممكن. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم، معي زينب، رئيس الجمعية نور الإشراق للتنمية بأهل الجمعية. كنقول لكم بروك عواشر وعيد مبارك سعيد، وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى يرفع علينا هذا الوباء. السلام عليكم، معكم عادل الجبلي، منشط تربوي بجمعية فضاء السكومة المحترف في التنشيط. كنبغي نقول لكم عيدكم مبارك سعيد، والله يدخل عليكم بشرزاق والصحة والسلامة إن شاء الله واش متمنيتو. شكرا. السلام عليكم، معكم إبراهيم خاخ من مدينة خريبكة، فنان موسيقي، بمناسبة عيد الفطر نقدم لكم أجمل تهاني. شكرا.